ده نتيجة الضغوط على الحكام، يعني اللي حاصل ده وائل فرحان أو أي حد على الفار لما بيجي يحكم مباراة للزمالك هو مهزوز ومفيش حد حاميه، فبيبقى نازل طول الوقت خايف من اللي بيهاجموه اللي بيطلعوا كابتن الخطيب كل يوم بيطلع بيان. أنت عارف أسوان كده برضو السنة اللي فاتت مصطفى محمد جاب جون في أول دقيقة ونص، راح الفار لغيها، وراح بعديها إمام عاشور ليه ضربة جزاء 100%، واضحه 100%، الفار برضو ما جابوش. بعدين نتيجه ايه؟ وكان اسمه مصطفى مدحت تقريبا اللي كان على الفار، نتيجه والماتش طلع 0-0. دي نتيجه البيانات اللي بيعملها الخطيب كل شويه، هي دي ثمارها. نتيجه الضغوط اللي بيعملها سيد عبد الحفيظ وعلاء علاء صادق، دي نتيجتها، ده اللي بيحصل معاك في كل مباراه. ده يخليك انت تسال سؤال، يعني هو النهارده سيد عبد الحفيظ بيطلع يتكلم كلام نفس الكلام اللي هو بيقوله علاء صادق، هو هل هو في لينك بينهم؟ هل السكريبت بتاع علاء صادق بيكتبوا له سيد عبد الحفيظ ولا العكس؟ ولا سيد عبد الحفيظ بياخد تعليماته من علاء صادق، ولا هي ماشيه ازاي؟ لا انا عايز اقول استكمالا لكلام اخويا ايهاب، ان سيد عبد الحفيظ ولا يهمه اهلي ولا يهمه زمالك، للاسف الشديد للاسف الشديد التصريحات اللي بتطلع منه دي لا يهمه اهلي ولا يهمه زمالك. لما يكون هو على، انا بعتقد ان هو على تواصل مع علاء صادق، لان اللي بيقوله سيد عبد الحفيظ هو نفسه اللي بيقوله علاء صادق، فمعنى كده ان هو راجل مش خايف على مصر، هو راجل ولا خايف على النادي الاهلي ولا الزمالك، ولكن يبقى سؤال اين المسؤولين في النادي الاهلي مما يقوله سيد عبد الحفيظ؟ اين المسؤولين؟ لماذا لا يتم محاسبه سيد عبد الحفيظ؟ هل انتوا راضيين ان هو باللي هو بيقوله؟ هل انتوا راضيين ان هو يعمل فتنه؟ هل انتوا راضيين ان هو يثير جماهير الاهلي وجماهير الزمالك؟ هل انتوا راضيين ان هو يحاول يولع في البلد؟ ما ينفعش الكلام ده.